السلام عليكم وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من فضاء حر، نناقش فيها تطورات المسار العسكري وتقدم القوات باتجاه مدينة الحديدة. أخيرا قوات الشرعية على مشارف مدينة الحديدة، ما الذي استجد لتصبح المعركة الأهم منذ 3 سنوات حقيقة هذه المرة؟ يقول البعض إن الإمارات وجدت أخيرا القوى التي كانت تبحث عنها والتي ستمثلها في المدينة بعد تحريرها، وتلك القوة هي ما جمعته عائلة صالح أو ما تبقى لها من أتباع، والذي يبدو أنهم سيمثلون أداة الإمارات في الحديدة كما هو الحال مع المجلس الانتقالي الجنوبي والحزام الأمني في عدن، ولذلك سارعت في هذه العملية. قبل الخوض في تأثيرات المعركة المرتقبة على المشهد اليمني، ينبغي التوقف عند هذا الموقف الدولي منها في المرة السابقة التي أعلن فيها التحالف والحكومة نيتهما بالمضي في السيطرة على الحديدة ومينائها الاستراتيجي. كان الموقف الدولي هو العائق الأبرز أمام هذا التحرك، فما الذي حدث ليصبح الموقف الدولي مختلفا هذه المرة، وما دلالات هذا الموقف الجديد من الأزمة اليمنية؟ على صعيد التأثيرات المحتملة لمعركة الحديدة على مسارات الأزمة اليمنية، يرى البعض أنها، وعلى عكس ما يعتقد الغالبية بأنها، تعزيز لفكرة الحسم العسكري ضد ميليشيات الحوثي، فإنها قد تكون مؤشرا نحو بلوغ التسوية السياسية مرحلة النضج، فمن شأن الحديدة دفع ميليشيات الحوثي إلى القبول بالتسوية السياسية أخيرا. وعلى هذا فإن معركة الحديدة ربما تكون آخر المعارك في الأزمة اليمنية. لمناقشة هذه التفاصيل سيكون معنا من تعز أستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل الحذيفي، ومن صنعاء المحلل السياسي الأستاذ عبد الوهاب الشرفي. وأرحب بضيفي الكريمين، والبداية مع الأستاذ عبد الوهاب الشرفي من صنعاء. أستاذ عبد الوهاب، مساء الخير وأهلا بك في البداية. كيف ستؤثر معركة الحديدة المرتقبة على مسار الأزمة اليمنية؟ بداية مساء الخير لك ولضيفك الكريم والسادة المشاهدين الكرام. وبالطبع معركة الحديدة هي معركة فريدة، وأثرها لابد أن ينعكس على كل الجبهات وعلى مختلف الصعود، سواء سياسيا أو اقتصاديا. نحن أمام جبهة، هذه الجبهة هي تمثل المنفذ الوحيد الباقي بالنسبة لمناطق المجلس السياسي، ويمر عبرها ما يقارب 85% من احتياجات الداخل. وبالتالي انعكاساتها هي أولا الحصار وما سيترتب على ذلك ربما من تأثيرات على مسألة الاستقرار في الداخل، وهذا بطبيعته سيؤثر على التماسك في الجبهات بقدر كبير. ربما الجانب العسكري يأتي في الدرجة التالية بالنسبة للتأثيرات. التأثير الأول هو مسألة الحصار الاقتصادي وما يترتب عليه من خنق للداخل، وهذا الكلام هو ربما كان منطلق الاعتراض بالنسبة للطرف الروسي في طرحه المباشر في المرات السابقة التي تم الحديث فيها عن يعني فتح معركة الحديدة، لأن تحول المدينة إلى جبهة يعني حنك الداخل. نعم. طيب. تظل المسألة تفضل. نعم، نكتفي بهذا القدر لإجابة السؤال المشترك. أيضا نفس التساؤل للدكتور فيصل الحذيفي. مساء الخير دكتور، برأيك معركة الحديدة المرتقبة كيف ستنعكس على مسار الأزمة اليمنية؟ مساء الخير لك وللضيف الكريم وللجمهور الكريم. بالنسبة للأثر، يمكن أن يكون أثرا إيجابيا في حال أن المعركة كانت سريعة وغير مكلفة، أي أنه لا تنعكس على المدنيين بشكل سيء، ولكن ستكون أثرها سلبي على الأزمة اليمنية وعلى الإنسان اليمني إذا تحولت مدينة الحديدة إلى منطقة مواجهات، إلى ساحة حرب. وأنا أخشى ما أخشاه أن تتحول مدينة الحديدة إلى تعز أخرى، يعني مدينة تحت الحصار والحرب، وهذه كارثة على سكان مدنيين في منطقة صحراوية شديدة الحرارة
يعني حرب وحرارة يعني ستكون كارثة. آمل ألا نصل إلى أن تكون مدينة الحديدة على هذا النحو. أما الأزمة اليمنية فهي في نهاية الأمر ماضية إلى مزيد من التعقيد غير الواضح النتائج. نتائجه إلى الآن، نتائج هذه الأزمة مع الأيام تزداد تعقيدا، لا أفق قريب ننتظر منه لانتهاء الأزمة سواء بالحديدة أو بدونها. نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب الشرفي، إذن ربما بقدر ما ذكرت الأهمية الكبيرة التي تمثلها الحديدة ومعركة الحديدة بالنسبة لميليشيات الحوثي، الدكتور فيصل ربما يقول بأنها يعني ليست بذلك القدر التي ستنعكس على الأزمة اليمنية، وربما الأزمة ستكون يعني بتعقيد أكبر. لكن من خلال كلامك أنت، إذا ما فقدت ميليشيات الحوثي الحديدة هل ستخضع لحل سياسي قادم؟ ما يجب أن يكون واضحا أن قضية الحل السياسي في اليمن ليس العائق فيه طرف أنصار الله أو طرف المجلس السياسي. هذا الأمر يجب أن يكون واضحا. نحن لدينا يعني أجندات إقليمية هي مقدمة على مطلوبات الحل اليمني. ربما لو أتيحت الفرصة بشكل مثالي لقضية الثلاثي على حل، أنا تصوري أن كل الأطراف اليمنية قد باتت جاهزة منذ وقت مبكر، لكن نحن أمام أجندات إقليمية هي التي تتحكم في قضية المضي إلى حل ابتداءً. الجميع يلاحظ نحن الآن لديك المحافظات الجنوبية، المحافظات الجنوبية الآن تقريباً العامين وهي بأيدي التحالف، لم يتم إدخال الشرعية فيها إلى اللحظة، وبالتالي الأمر يجب أن يكون واضحاً وصريحاً. نحن أمام معركة يخوضها التحالف، هو فقط يستخدم فيها الطرف الشرعية كحامل لمعركته ومبرر لقدومه على تنفيذ أجنداته. وبالطبع إذا مضى بالأزمة اليمنية إلى حل فلن يكون قادرا على إمضاء هذه الأجندة، وبالتالي هو العائق المباشر في قضية التوصل إلى حل، وليس طرف أنصار الله ولا حتى طرف هادي. نعم. طيب الدكتور فيصل الحذيفي، إذن الأستاذ عبد الوهاب يقول أن الـ 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 يعني جوهر الأزمة هو بالأطراف الخارجية والأجندات الخارجية، ولو كان هناك يعني ربما عدم تدخل لتوصل اليمنيون إلى حل وهم جاهزون لهذا الحل. برأيك هل فعلا ميليشيات الحوثي عندها الاستعداد للدخول في حل سياسي في اليمن بعيدا عن كل الـ يعني الـ الأجندات الخارجية؟ هو لا يمكن أن نقر بأن الحوثيين جاهزين لقبول الحل. الحل في الأزمة اليمنية هو مقترح من المجلس الأمن في القرار 2216 وفق الفصل السابع، وبالتالي لا حل غيره. حتى المفاوضات لدى الثلاثة المبعوثين السابقين والمبعوث الأخير هي تمضي في إطار تنفيذ القرار 2216، فهو قرار يقترح الحل من قبل مجلس الأمن، ولم تتحرك الدبلوماسية اليمنية ولا العربية ولا الدولية لاستخراج قرار آخر لتنفيذه بالقوة، باعتبار أن هناك قوات تدخلت للحسم العسكري بموجب طلب من سلطة شرعية. وبالتالي الحوثيون هم مطالبون أساساً بالاعتراف بأنهم ارتكبوا خطأ فظيعا في الانقلاب على الإجماع الوطني وعلى الشعب اليمني وعلى الحقوق وعلى حقوق الأمة. يعني مطلوب منهم إطلاق المختطفين في هذا الحال، تسليم السلاح، الانسحاب من المدن، عودة الشرعية. هم لا يقبلون ذلك، هم يقاتلون بالسمات كبيرة، يا قاتل يا مقتول. صحيح أنا أشاطر ضيفك الكريم الرأي بأن القوى الإقليمية لها دور مؤثر، ولكن هذا التأثير، والقوى الدولية كمان، ولكن هذا التأثير لا يكون إلا بقدر الفراغ والرخاوة الذي تتركه الأطراف المحلية. الأطراف المحلية هي صاحبة الحل والعقد، فإذا كانت راغبة في الحل ستمضي بالحل رغم عن أنف هذه القوى الإقليمية. ولكن عدم وجود ثقة في بين الأطراف المتحاربة داخليا، نحن عندنا طرفين ينبغي موصفين في القانون الدولي، هناك صراع ما بين الشرعية وانقلاب. الحوثيون مستميتون أن يجعلوا هذا الصراع صراع بين أطراف متحاربة كحرب أهلية، وهذا غير صحيح. لم يستوعبوا إلى الآن بأنهم مطالبون أن يستجيبوا لقرارات الأمم المتحدة أو للمرجعيات
الحوار الوطني، المبادرة الخليجية، القرارات الدولية، إلى الآن لا توجد من الحوثيين إشارة على الاستعداد على أن لديهم قبول. صحيح أن المعارك تنحت من قواهم إلى درجة بأنهم لم يعودوا قوة، هم ليسوا دولة عظمى وليسوا قوة، هم مجرد ميليشيات انقلابية فقط تتميز باللحمة الداخلية من خلال حشد الأطفال والبشر إلى محارق في المعركة، لا أقل ولا أكثر، هذه هي قوتهم. وهل هذا تميز دكتور كبير. دكتور فيصل؟ لولا وهل هذا تميز أن تحشد الأطفال وتزجهم في هذه المعارك العبثية والمعارك ليس الخاسرة؟ تميز. ليست، لا أنا أقول ليس تميز، أقول هذا فقط ما يجعل الحوثيون قادرون على الصمود، أي بالمحارق البشرية التي تقتل الكبار والصغار والإنسان، مع أنه فارق التسليح وفارق القوة بين الطرفين غير قابل للمقارنة. يعني أنت تقاتل بسلاح تقليدي لا يصلح للمعارك، بينما تواجه خصوم يمتلكون الجو والبر والبحر وبصواريخ ذكية وأسلحة ذكية وقنابل ذكية. الحقيقة هم قادوا اليمن إلى معارك ومحارق لن يسامحهم التاريخ، وإذا نعم. أرادوا أن يكفروا عن ذنوبهم ما زال الوقت ممكنا أن يستجيبوا وينصاعوا للعقل وللقانون وللقرارات الدولية. نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب الشرفي، أكثر من مرة كما تعلم أعلنت الحكومة الشرعية والتحالف العربي يعني بدء استعادة الحديدة ومينائها، لكن ربما تنتهي عند التحضيرات فقط. برأيك يعني ما الذي تغير هذه المرة وأصبحت المعارك اليوم على مشارف مدينة الحديدة؟ طبعا الحديث السابق ربما هو كان عن طبيعة مختلفة للهجوم الذي كان يرتب له على الحديدة. الآن نحن نشهد أسلوبا جديدا من الهجوم، ربما اعتمد على قضية الاصطدام بالشكل الذي لم يلفت النظر بنفس الطريقة التي كانت ستترتب على أسلوب الهجوم السابق الذي كان يخطط للدخول إلى المدينة مباشرة. لكن في الأخير ردود الأفعال ليست جامدة تماما. هناك الآن نفس الممانعة فيما يتعلق بالجانب الإنساني والتبعات الإنسانية. الجميع يعرف أن هناك مهمة سيقوم بها أو زيارة سيقوم بها الآن الرئيس الأممي إلى صنعاء يوم السبت أو غدا إن شاء الله، ومسألة معركة الحديدة هي في المقدمة، بمعنى أن الموقف الدولي ربما يكون أكثر ارتخاء لكنه لم يتغير بشكل كامل. نعم. ما هو الذي سيتم في هذه الزيارة؟ ما هي البدائل التي تقترح لمحاولة تجنب تحويل المدينة إلى جبهات قتال؟ لأن تحويل المدينة ليس بالأمر السهل. أنت أمام مدينة يسكنها ما يقارب 2 مليون إنسان، وأمام منفذ يهم ما يقارب 13 مليون إنسان في الداخل، وبالتالي المسألة الآن هي قيد البحث في البدائل لتجنب هذه المعركة. يمكن أن تقرأ الموقف الدولي أنت بهذا الشكل، لكن نعم. تظل في الأخير هناك مرونة. ربما الأحداث التي شهدتها أو شهدها المشهد اليمني فيما يتعلق بقضية خروج صالح من المعادلة وما إليه، هذه بقدر ما وجود أيضا قوة بديلة ربما أصبحت أنسب من القوة السابقة بالنسبة للإمارات تحديدا، هذه العوامل كلها هي أسهمت بقدر ما في قضية وجود مرونة أعلى من ذي قبل في مسألة الهجوم على الحديدة هذه المرة. وظهر ذلك جليا كما يقول أستاذ عبد الوهاب الكثير من المتابعين والمحللين السياسيين بأن خطاب زعيم ميليشيات الحوثي عبد الملك الحوثي بدأ خطاب انهزامي وإقرار بالهزيمة مسبقا، ويقول انسحاب تكتيكي وقد تتراجع الجبهة. برأيك هل هي هذا مؤشرات بخسارة الحديدة مسبقا؟ السؤال لي أنا. نعم. طبعا مسألة وصول المعركة إلى الحديدة بحد ذاتها هي تعد مشكلة بغض النظر عن قضية خرجت من سيطرة أنصار الله أم لم تخرج. تحول الحديدة إلى جبهة يعتبر التحالف قد حقق ما يريد وأغلق المنفذ الوحيد الباقي، وكل التبعات التي ستترتب على انتزاع الحديدة من أيدي أنصار والله هي ستكون في كلا الحالين، سواء حال خروج أنصار الله منها أو حال تحولها إلى جبهات قتال مهما طال هذا القتال. وبالتالي هي في الأخير تعد على كل حال مسألة خسارة بالنسبة لطرف أنصار الله ومسألة تقدم بالنسبة للطرف الآخر، مع مراعاة أنه قد يكون تقدما آثما إذا لم يضع العوامل الإنسانية في اعتباره.
نعم استاذ عبد الوهاب، في جزئيه بس فقط، ذكرت ان الان ربما اصبحت نوع من المرونه بعد ان وجدت الامارات قوه ربما تستطيع ان تتعامل معها للسيطره على مدينه الحديده، هذه المرونه هل لها ايضا علاقه بالحوثيين؟ طبعا انا الامارات هي تؤدي دور خاص، هذا الدور يسعى الى اقصاء الجميع، كل الاطراف اليمنيه التي هي يعني ممكن ان نعتبرها نحن موجوده في المعادله السياسيه، انصار الله، طرف هذه الاصلاح، كل هذه القوى هي تحاول الان ان تقصيها وتحاول ان تفرض يعني قوى سياسيه او قوى عسكريه. ميليشيا الحوثي استاذ عبد الوهاب، حتى نعم. نسمي الامور نعم. بمسمياتها، ميليشيا نعم. الحوثي هي ميليشيا نعم. انقلابيه وليست طرف، نعم. يعني هي 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 ميليشيا انقلابيه، هي معترف بها يا سيدي، معترف بها ومتعامل معها في القرار الدولي والمجتمع الدولي كله يتعامل معها كطرف سياسي، هذا امر يتعامل معها كميليشيا انقلابيه والقرارات الامميه. طيب استاذ عبد الرحمن، اسمح لي ان اعود للدكتور الدكتور فيصل الحذيفي. دكتور فيصل، ايضا يعني يقول الكثير ان انطلاق الامارات ودعم هذه المعركه في الحديده هو حصولها على خدمات طارق صالح، وربما هو قريب منها وينفذ اجندتها، ولذلك تحركت هذه الجبهه. الى اي مدى هذا الطرح حقيقي؟ قد لا يكون الطرح حقيقي بربطه بطارق عفاش تحديدا. تقريبا هي الإمارات موجودة في الساحل الغربي لتعز منذ أكثر من عام، هي الحقيقة كانت تبحث عن قوة عسكرية تتبعها مباشرة، سواء كانت طارق عفاش أو السلفيين الجنوبيين أو تجنيد من الأفراد من تهامة تحت مسمى المقاومة التهامية. هي الحقيقة كانت ترفض أن يتولى الجيش الوطني مسألة تحرير غرب تعز أو مسألة استمرار تحرير المناطق اليمنية قدما باتجاه الشمال. تلاحظ بأنه أي حيثما حلت الإمارات لا يستتب الوضع إلا عندما تضع يدها من خلال وكلائها على الأرض عن طريق قوات خاصة تتبعها وتدفع لها رواتب مباشرة، مثل النخبة الشبوانية، النخبة الحضرمية، الحزام الأمني، والآن نفكر بالنخبة التهامية وهكذا. هي الحقيقة خلال عام كامل دربت عناصر بما فيهم العدد الكافي لكي تسلمهم زمام المبادرة في مسألة التقدم شمالا نحو الحديدة، وهذا واضح وجلي، أي أنها الحرب في اليمن لم تعد حرب الشرعية ولم تعد حرب الجيش الوطني، الحقيقة هي حرب الإمارات، والقرار قرار الإمارات بعيدا عن قرار السلطة الشرعية وبعيدا عن خطط وقرار الجيش الوطني، وهذا معلوم وواضح. وللأسف هذا هو الذي جعل الحرب في اليمن تمتد أكثر من 4 سنوات وربما تمتد أكثر ولا أفق لها، لأن القرار الوطني مغيب عن الحسم، القرار السلطة الشرعية والجيش الوطني مغيب على الأرض. يعني أنا وضعت سؤال في أكثر من مرة، كيف لهذه القوات أن تتحرك من غرب تعز على بعد 60 كيلومتر من المدينة بمسافة 180 كيلومتر باتجاه الحديدة؟ يعني هناك خطط خاصة وهناك أجندة خاصة للإمارات والسعودية تلعب بها على الأرض اليمنية، لا يهمها مسألة تحرير اليمن أو استعادة الشرعية أو استتباب الأمر أو إعادة الإعمار، هي تشتغل وفق أجندة خاصة تحقق لها مصالحها. والمجتمع الدولي للأسف، الأجندة دكتور فيصل، الأجندة إذا لم يكن دعم الشرعية وتحرير اليمن من ميليشيا الحوثيين، ما هي الأجندة التي تسعى لتحقيقها الإمارات برأيك؟ إذا كان طيب سأذكرها لك، إذا كانت دعم الشرعية فكان عليها أن تسلم المناطق المحررة للشرعية مباشرة، ولكن حرصها على أن تبقى هذه القوات تابعة لها وتستلم مرتبات مباشرة منها، فهي لها أجندتين واضحتين، أجندة خاصة بالسعودية وهي بالسيطرة على الحدود الممتدة من المهرة حتى صعدة، أي تأمين حدودها عن طريق تكوين جيش يمني يقاتل يمني، أي أنها ستحول السعودية الجيش في المستقبل إلى جيش مرتب
مرتزقة للدفاع عن حدودها، بينما الإمارات هي عينها على الموانئ وعلى الجزر وعلى الممرات البحرية على البحر العربي وعلى البحر الأحمر. ستلاحظ بأن مشكلة سقطرى هي كانت الفقاعة التي ظهرت جليا وحصل فيها رد فعل محلي ورسمي وكذلك دولي، مما اضطر الإمارات إلى أن توجه رسالة رسمية إلى مجلس الأمن تقر بأن سقطرى تتبع اليمن، وتوجهت مباشرة بالقرار باتجاه تحرير الحديدة لتغطية هذا الضجر الشعبي من تصرف الإمارات والسعودية. يعني بالله عندما يحركون السعودية والإمارات اللتان تدعيان بأنهما أتت لاستعادة الدولة وتحرير ومساعدة الشرعية، كيف تحركان قواتهما بكثافة في المهرة وسقطرى حيث لا يوجد للانقلاب وجود ولا للحوثيين، بينما تترك تعز وإب وذمار والحقة وميدي والبحر الأحمر يعني متاحة للحوثيين من 4 سنوات؟ يعني الأجندة واضحة جدا، هناك تقاسم بس وضع اليد على اليمن وهناك تقاسم نفوذ. طيب. قلنا حماية الحدود بالنسبة للسعودية وهي قد وضعت قواتها على امتداد الشريط الحدودي وكذلك على الجزر والبحر والموانئ بالنسبة طيب. ولكن دكتور طول أمد الحرب اليمنيون لم يعد قادرون على يعني أن تستمر هذه الحرب بهذه الآلية وبهذه الصورة، ولذلك هم يرحبوا بأي شخص يحمل أي بندقية يقاتل فيها الحوثي، حتى كما يقول البعض حتى الشيطان، المهم نخلص من ميليشيات الحوثي. لا أعتقد بأن هناك قرار حقيقي بهذا المعنى، الناس سئمت ولكنها لا تجد حيلة لفرض أمر واقع بوجود قوة المجتمع الدولي متواطئ معها، هي وجدت بأن هناك تواطؤ مجتمع دولي مع هذه القوى الإقليمية، لذلك هي تعبث باليمن بشكل مريح. ولكن إذا ترك الأمر لليمني ربما لكان مسار الحرب ومسار المعركة ومسار الحوار مختلف. وبما أن اليمنيين أزيحوا عن المشهد، أزيح اليمنيون عن المشهد سواء كمجتمع أو كأحزاب أو كسلطة أو كجيش وطني، أزيحوا عن المشهد نهائيا. والقرار اليوم على الأرض هو قرار خليجي بامتياز، قرار إماراتي سعودي بامتياز، حتى تقدم شبر واحد في المعارك ما لم يكون بموافقة خليجي أو التحالف يتم قصفه مباشرة، والجيش الوطني يعلم هذه الخطورة، لذلك الجبهات شبه متوقفة ولا يتم تحريكها إلا بقرار إماراتي سعودي هنا أو هناك. نعم. طيب أستاذ عبد الوهاب الشرفي، المتابع الكثير لما يحدث في اليمن وأيضا لما يحصل لميليشيات الحوثي أنها كل يوم في تراجع وكل يوم في خسارة، وليست آخر الخسارة الآن ما يحدث الآن في محافظة الحديدة، برأيك لماذا لا تقدم رسائل فيها نوع من القبول بحل الأزمة سياسيا؟ لماذا لا تتنازل وتستمر في تعنتها وتقديم أنصارها للمحارق للموت دون أي رادع ودون أي تفكير لهؤلاء الناس ولا لحياتهم ولا لحياة حتى اليمنيين الذين يعيشون في هذه المحافظات الخاضعة لسيطرتهم؟ هذا الكلام هو يجب أن يوجه لكل الأطراف. الآن لو يعني لخصت أنت كلام الدكتور في الأخير، ما يدور هي معركة كل الأطراف اليمنية لا حضور لها فيها، يعني القوات أو ما يسمى بالجيش الوطني مع أنه جيش يتبع طرف، لكن في الأخير لا له قرار ولا له وجود، نص البلد أيضا هي خارج سيطرته، وبالتالي كل الأطراف اليمنية يجب أن تستوعب هذا الأمر. الآن المطلوب هو إنقاذ البلد، المعركة التي تدور حاليا لا محل فيها للأجندات اليمنية على الإطلاق، سواء بالنسبة لأنصار الله الذي وجدوا أنفسهم في معركة ربما يصعب عليهم الخروج منها، أو الطرف الآخر الذي الآن يعتبر تحديد الخطوة القادمة بالنسبة له أمرا خارجا عن يده وأصبح المكرر هو طرف التحالف. وبالتالي ربما المسألة الآن هي بيد المبعوث الأممي، المبعوث الأممي هو يجلس مع الجميع، كانت هناك وصلت المسائل إلى طريق مسدود مع المبعوث الأممي السابق والبشيف، لكن غريفة الآن هو مفتوح ربما باتجاه الطرفين، ويجب أن يكون هناك تعاون إذا كان هناك حسابات وطنية، رغم أن الهامش المتاح أمامهم كما قلت لك هو هامش محدود، سواء وافقوا أم لم يوافقوا، سهلوا أو لم يسهلوا، في الأخير الأجندات التي يريدها التحالف وهي التي تمضي وهي التي تتحكم في الكلام، ولم يعد بمقدور ميليشيات الحوثي الإنقلابي إيقاف هذه الأجندة التي تريد تنفيذها الإمارات، يعني أصبحت مسلمة حتى ميليشيات الحوثي لم تعد يعني بتلك القوة التي ممكن تمنع هذا السيناريو أن يمر.
إذا لم تستطع أن يمنعه الطرف الذي يعني يحمل أو يعني يستخدم كحامل لهذه المعركة، لم يستطع أن يمنع الآن 3 سنوات ما يعرف بطرف الشرعية الذي يغطي المعركة في الخارج، لم يستطع رئيس وزرائه أن يستقر في مدينة عدن منذ عامين، فكيف يعني نلقي بالمسؤولية الأكبر باتجاه أنصار الله؟ الجميع الآن هو يخسر البلد ليس لصالح طرف ولا يمني، ولا يخسرها لصالح صيغة دولة تجمع الجميع. نحن الآن نخسر البلد لصالح أجندة. الآن ذكرتم أستاذ عبد الوهاب الشرفي، أستاذ عبد الوهاب الشرفي اسمح لي، الآن بعد 3 سنوات من الحرب بعد تدمير اليمن ذكرتم الآن بأن خسرتم البلد وأن البلد في ضياع. أين كنتم من 3 سنوات واليمنيون يمدون أيديهم والحكومة الشرعية والمجتمع الدولي للقبول بأي حل سياسي وترفض بليشيات الحوثي؟ نحن متابعون العملية السياسية منذ بدايتها، وتقريبا في كل المحطات نحن أوضحنا أن السبب الرئيسي في هذه المفاوضات هو اتباع أسلوب الانتكائية المتعمد، لم يراعى فيه على الإطلاق قضية التوجه إلى جدولة الانتكال إلى شكل دولة أو سلطة يعني تجمع الجميع، على اعتبار أن هذا الواقع الذي يريده البلد، وهناك حالة انتكائية لبنود معينة من القرار. ومن لديك خير شاهد ما قدمه والدوشيك وما عرف بخارطة الطريق التي كبلها الجميع باستثناء طرف هادي، فلا يجب أن نلقي بالمسؤولية فقط على طرف أنصار الله، الجميع كل الأطراف كل التقارير. أستاذ عبد الوهاب، كل التقارير التي رفعت من ولد الشيخ وأيضا من المبعوث الجديد والقديم كلهم يتحدثون بأن الرفض من ميليشيات الحوثي والحكومة الشرعية تبدي استعدادها وتقديم كل التنازلات من أجل الوصول إلى حل سياسي. هذه التقارير، لا وجود هذه التقارير. في الأخير أنا يعني قدمت لك المثال ربما يعرفه القاصي والداني، وهو خارطة الطريق التي قدمها كإنهاء للأزمة اليمنية من مسقط. من هو الذي رفضها؟ في الأخير رفضها كبير بها حتى التحالف، على اعتبار أنه لم يكن يريد أن يتصادم مع الموقف الأممي، أعلن قبوله بها ولكنه أوعد لطرف الشرعية بأن تمانع هي. هذا الأمر هو واقع يجب أن نأخذه في الاعتبار. نحن الآن أمام قضية يجب أن يستوعبها الجميع بأن التحالف أصبح يختطف البلد مغطى بغطاء ما يعرف بإعادة الشرعية، والطرف الآخر لا يستطيع أن يتخذ قراراته بوقف حرب أو ما إليه، والطرف الآخر لا يستجيب على الإطلاق. نعم. فالمسألة يتحملها الجميع وليس طرف واحد. نعم. طيب دكتور فيصل، هل فعلا المشكلة يتحملها الجميع في اليمن وميليشيا الحوثي هي مثلها مثل بقية الأطراف في الأزمة في اليمن؟ ولا يعني وأيضا على الجانب الآخر يقول الأستاذ عبد الوهاب الشرفي أو ربما كأنهم فاقوا مؤخرا بأن البلد ستضيع وتسلم لأجندات خارجية وتحكمها الإمارات وغيرها، ما رأيك أنت؟ غير صحيح مطلقا قراءة الأزمة اليمنية على هذا النحو، هي تحمل نوع من المغالطة بشكل مثير للتعجب. يعني لا ينبغي الانصراف من الأسباب إلى النتائج، والنبش في النتائج ونسيان المسببات الأساسية للنتائج هو خطأ ذريع. يعني الأزمة اليمنية أساسا هي تمت بأيادي الحوثية المدعومة من إيران بالانقلاب على الإجماع الوطني وعلى سلطة شرعية منتخبة من الشعب، بغض النظر كانت هذه الشرعية رخوة أو محل إجماع أو متفق عليها أو مختلف فيها. في نهاية الأمر وصل رئيس الجمهورية إلى سدة الحكم عن طريق استفتاء انتخابي، وكان عليهم أن يصلوا إلى السلطة إذا كانوا يشعرون بأنهم قوة قادرة على الاكتساح بنفس الطريقة. فهم تسببوا بانهيار البلد عن طريق الانقلاب واستخدام السلاح وابتلاع الدولة، وكذلك أخضعوا المواطن اليمني بالعنف المفرط بحيث أنهم لا يتورعون من القتل والاختطاف لأي سبب كان. وبالتالي ما حصل من نتائج من استدعاء دول التحالف والمجتمع الدولي لحل الإشكال اليمني مهما كانت كارثية فهي نتائج لهذه الأسباب وليست هي السبب الحقيقي. كيف ننصرف من نسيان الأسباب التي وهي الانقلاب على سلطة شرعية وعلى إجماع وطني في مؤتمر الحوار الوطني وكانوا هم شركاء فيه، ثم ننصرف إلى 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 ما تم من نتائج مترتبة على هذا الانقلاب؟ الحقيقة يبقى الحوثيون وباء سياسي تاريخي، يرتكبون جرائم لا يمكن أن يغفر لهم التاريخ.
يعني هم الآن غير قادرين على التنازل نتيجة للجرائم المتراكمة فوق رؤوسهم، وهم يبحثون الآن عن حل سياسي وفق شروطهم لا وفق الشروط القانونية. الشروط التي هم عندهم استعداد أن يخضعوا للحل السياسي، ولكن بشرط أن يبقوا طرفا رئيسيا، وأن يبقى الملعب السياسي بأيديهم، وأن يبقى السلاح بأيديهم، وأن يبقوا شركاء في السلطة. هذا غير صحيح. الحل السياسي لابد أن يكون وفق استجابتهم للقرارات الدولية ولنتائج مؤتمر الحوار الوطني. الشعب اليمني هو صاحب الاختصاص، الشعب اليمني هو صاحب السلطة، هو صاحب القرار. نعم. علينا أن نحتكم كلنا إلى الشعب، وبالتالي أي نتيجة تأتي بالانتخابات ليفوز عبد الملك الحوثي في رئاسة الجمهورية، ليكون حتى إماما برضا الشعب لا يهم، لكن نعم. أن يأتي بالبندقية ويسرق الدولة، إنهم لصوص سياسيون بامتياز، سرقوا الدولة، المجتمع، المال، الحريات، الحقوق، لم يبقوا شيئا يستحقون الرثاء لغيرهم. طيب دكتور، يعني تابعنا خلال الأيام الماضية كان هناك تقدم سريع جدا لمعظم الجبهات في الساحل الغربي، لكنها توقفت على تخوم مدينة الحديدة. برأيك هل هناك ضغوطات دولية هي من أوقفت هذا التحرك أم هو مستمر؟ من خلال متابعتي للأحداث سواء في اليمن أو في خارج اليمن، الحضور الدولي دائما يأتي وفق ما هو متاح من استجابة محلية. لا يمكن أن يكون القرار الدولي هو الحاسم في مسألات استعادة الحديدة واليمن أو التوقف، غير صحيح. القصة أو السبب متعلق بصاحب القرار. الإمارات والسعودية لديهما أجندة وقرارات خاصة لا نعرف تعلاتهما. الحرب ممتدة 4 سنوات وهم يشرفون على الحرب، فهم يتقدمون ثم ينسحبون ثم يأمرون بالهجوم ثم يوقفون. مسألة الحديدة ليس مرتبط فقط في إسقاط المدينة، الحديدة هي محافظة ممتدة مع 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 حقها حتى حرض، وبالتالي لا يمكن الحديث عن تحرير الحديدة كمدينة فقط. ينبغي أن تحرر الشريط الساحلي حتى حرض، وينبغي أن تحرر الطريق الوسط المكتظة بالأسواق والمدن حتى حرض، وينبغي أن تحرر السلسلة الجبلية شرقا التي تحمي هذه المناطق حتى حرض، وبالتالي ينبغي أن يكون هناك إنزال بحري كثيف يوحي بأن هناك فعلا قرار حقيقي لتحرير البلد والحديدة والبلد واستعادة الدولة. تلك القوات التي نتابعها وتراها الدكتور فيصل، نعم، تلك القوات التي رأيناها ورأيتها أنت ورأها الجميع، وطيران الأباتشي والمدرعات والدبابات الكبيرة التي وصلت خلال اليومين الماضيين كتعزيزات على مشارف مدينة الحديدة، أليست هي دليل قاطع عن نية حقيقية لتحرير الحديدة؟ هذه القوات ليست أكثر مما هو موجود في مأرب أو صروح أو نهم، يعني ليست مقياسا. الحديث عن تحرير الحديدة سابق لأوانه. أنا لن أتحدث عن تحرير الحديدة حتى أجد المؤشرات التي تعطيني دلائل على أن هناك فعلا قرار حقيقي للاستمرار واستعادة الحديدة التي تمتد من الخوخة حتى ميدي، سواء على الساحل أو على الطريق الوسط أو على السلسلة الجبلية. لا تستطيع أن تحرر الشريط الساحلي الصحراوي الذي ليس فيه سكان ثم تترك المناطق المكتظة سكانيا التي يوجد فيه الحوثيين ويوجد فيه إمدادات، وستظل حربا مفتوحة على رؤوس الناس وعلى رؤوس المدنيين. هذا تحرير فاشل لا نريده. إما أن تحرر بقرار حقيقي ويسلم السكان الأذى، أو أن لا تبقى هذه المدينة في ظل حرب مفتوحة. إذن تبقى بيد ميليشيات الحوثي دكتور فيصل، تترك لميليشيات الحوثي الانقلابية؟ لا ليس هكذا. إذن لا أقول هكذا. اليمن ستتحرر، ولكن لا نريد أثمانا باهظة يدفعها الإنسان، المرأة، الطفل. لماذا هذا العبث مع وجود فائق من القوة العسكرية الجوية والبرية والبحرية ما يجعل استعادة اليمن لا يتعدى شهر أو شهرين؟ يعني هناك ملعوب كبير يراد لليمن أن تظل ساحة تدريب ومعارك لهؤلاء الناس الذين لم يجربوا أي معركة منذ أن تأسست دولهم. يعني هم يدربون قواتهم الجوية والبرية والبحرية استعدادا لحرب
أخرى في مكان آخر، وفتحوا اليمن كجرح غائر للتدرب عليه. هذه واضحة جدا ونحن نقولها من أول عام. نعم. وإذا كانوا صادقين ونحن كاذبون فليثبتوا لنا حسن النية بأن يدعموا الجيش الوطني ويتركوه يحرر هذه بلده. لماذا يحجرون على الجيش الوطني من اتخاذ القرار في تحرير تعز التي إلى الآن في أربع سنوات محاصرة؟ طيب. أنا قلت لك سابقا كيف تترك تعز وهي على بعد 50 كيلو ثم يذهب إلى الحديدة على بعد 180 كيلو؟ هناك ملعوب كبير ومكشوف، وينبغي عليهم أن يكونوا صادقين معنا لكي نبقى نفهم اللعبة. أنا شغال على المكشوف. نعم أستاذ عبد الوهاب الشرفي، تابعنا في المرات السابقة عندما كان يعلن التحالف العربي والحكومة الشرعية بتحرير الحديدة كانت هناك مواقف دولية حاسمة، يعني من الأمم المتحدة، من روسيا، حتى من بعض الدول التي تدعم التحالف العربي في المجتمع الدولي، لكن هذه المرة لم نسمع أي موقف يعني يبحث عن إيقاف هذه العملية العسكرية لمدينة الحديدة، ولم نسمع سوى استعدادات كبيرة من الأمم المتحدة لتجهيز وخطط طوارئ للتعامل مع المواطنين والنازحين في حال تم تحرير محافظة الحديدة. قبل أن أجيبك فقط أريد أن أعلق على ما قاله الدكتور في الأخير. يا سيدي الكريم، كل ما تتحدث عنه هو كلام يعني تحدثنا عنه على مدار 3 سنوات. يجب أن نستوعب أننا في لحظة حل. ما هو الحل؟ أما مسألة من هو المتسبب، كيف بدأ هذا، من بدأ هذا، هذه المسائل أخذنا فيها طويلا. على كل حال، ما يحدث في البلد لا يمكن توصيفه أساسا بأنه انقلاب، لأنه لم يكن أنصار الله جزء من الدولة فانقلبوا على جزءها الآخر ليكون انقلاب. نحن أمام صراع سلطة واضح، يجب أن تجتمع كل هذه المكونات التي تمتلك قوة لتصل إلى صيغة متوازنة ضامنة للجميع. هذا هو الذي سيحل الإشكال، ما لم فستظل قضية الصراعات موجودة. أن تأتي أنت بطرف وتريد تحت مسمى الشرعية والشرعية والانقلاب أن تقصي الطرف الآخر وأن يسلم بعد هذه المعارك وهذه الدماء وهذا. نعم. هذا أمر. ننتقل لإجابة السؤال الثاني. نعم. يعني الموقف الدولي أستاذ عبد الوهاب فيما يخص الحديدة، تظل الأدوار الإقليمية والأدوار الدولية هي لاعبة بكبير كبير في ردود الأفعال الدولية تجاه الملف اليمني بشكل عام. أنت تلاحظ هناك ما هو أكثر من قضية ميناء الحديدة. نحن لدينا الآن مجازر للمدنيين يعني أصبحت موثقة حتى في الأمم المتحدة نفسها، ومع ذلك يظل الرد الدولي باتجاهها بارزا. لكن مؤخرا ربما أن الصوت الذي كان مرتفع ضد هذه المعركة هو كان ربما الصوت الروسي الذي كان يقف بشكل قوي أمامها. لكن على ما يبدو الآن أنه هل فقدتم وهل فقدت هل فقدت ميليشيا الحوثي الموقف الروسي الداعم لها، لا سيما عندما كان الرئيس المخلوع علي عبد الله الصالح سابقا حليف لميليشيا الحوثي وبعد مقتله فقدت هذا الصوت الدولي المساند لها؟ أتوقع أنه يعني طبيعة التطورات في الملف السوري هي التي تحكم الموقف الروسي باتجاه الملف اليمني أساسا، بمعنى أن الأداء الروسي في الملف السوري يحاول أن يكسب أكبر قدر من الفرص فيما يتعلق بالملف اليمني وعدم التوتير مع المملكة العربية السعودية ومع الولايات المتحدة هنا في اليمن، بمقابل مرونة يريد أن يحصل عليها في الملف السوري لجمع الأطراف السورية فيما يعرف بمسار سلطشي وأسكانة. إذن أمام هذه الخسارة المتوالية أستاذ عبد الوهاب، أمام هذه الخسارة المتوالية لميليشيات الحوثي سواء على الأرض أو على المستوى الدولي، لماذا لا تقدم فعلا يعني حسنية وتتنازل وتخضع للقرارات الأممية وتبحث عن حل يبقي ولو الجزء اليسير للقبول فيها مستقبل اليمن؟ لماذا تصر على مواصلة هذه الحرب؟ أنت تعيدنا لنفس الكلام. في الأخير أنا قناعتي الكاملة من خلال متابعتي أن عدم قرب الملف أو عدم توصل الملف اليمني إلى حل لا تتحمل الأطراف اليمنية فيه حتى هذه اللحظة أي شيء بقدر ما يتحمله التحالف الذي دائما يتلاعب حتى بدنية طرف الشرعية وغير بحاح وصنع وعمل طوال هذه الفترة كلها. هذه هي محطة سياسية. ما علاقة الانقلابين في بحاح وما علاقة الانقلابين بالشرعية والتحالف العربي؟ يا سيدي كل هذه الخطوات كانت خطوات الهدف منها هو منع الوصول إلى اليمنيين إلى حل. في مرحلة من المراحل كان بحاح قد يمثل ركيزة للحل وتم إقصاؤه.
بهدف أن لا يتلاقى اليمنيون على شخصية معينة. في الأخير هناك تلاعب طويل يعني يصعب الآن أن نستعرضه خلال المحطات السياسية التي تمت، لكن في الأخير كما قلت لك عندما تتوافر الإرادة السياسية بالنسبة للتحالف السعودي لترك اليمنيين يمضوا إلى حل، أنا قناعتي بأن اليمنيين قادرين على أن يصيغوا الحل وأن يخرجوا من هذه المحنة التي طالت لأربع سنوات لوجود التحالف فيها بشكل مباشر. نعم أستاذ أو دكتور فيصل الحذيفي، يقول البعض أن معركة الحديدة ربما تكون آخر المعارك، وإذا ما تم تحريرها ستخضع ميليشيات الحوثي لحل الأزمة في اليمن. إلى أي مدى يبدو هذا الطرح واقعيا؟ غير واقعي مطلقا. الحوثيون لن يسلموا حتى وإن حوصروا في عمران أو في حرف سفيان أو في صعدة. الحوثيون ارتكبوا من الجرائم في حق الشعب اليمني حتى أصبح لهم ثأر في كل أسرة، ثأر في كل بيت، ثأر في كل قرية. هم الآن من الذي يمنعهم عن الخضوع إلى الحال هي مدى التوسع في الإجرام، التوسع في البطش في المجتمع اليمني. الحوثيون إلى الآن ليس عندهم استعداد أن يسمعوا صوت الشارع اليمني في النقمة الحادة تجاههم. اليمنيون بسبب الحوثيون اتسع حتى خطاب الإلحاد، لم يكن خطاب الإلحاد في اليمن ملحوظا، أصبح الإلحاد ملحوظا بسبب أنهم ربطوا مجيئهم بالدين، وأصبحت الولاية يتحدثون عن الولاية وعن فاطمة وعن الحسين وعن تلك أمة قد خلت. نحن اليوم أمام مرحلة تاريخية لم يستوعبوها، ارتكبوا انقلاب وارتكبوا فظائع وأرادوا أن يمضوا بهذا الاتجاه. هم لن يسلموا أن يستسلموا أي حال إلا بشروطهم، أي أنهم يبقوا طرفا وأن يبقوا متمسكين بالسلاح وأن يبقوا جزء من الحل، وهذه غير ممكن. حتى لو ترك المجتمع الدولي ودول التحالف اليمني لوحدهم، المجتمع اليمني لن يقبل ببقاء الحوثيون حكاما أو متحكمين في المشهد إطلاقا، ليسوى الملعب السياسي ويعود إلى النقطة صفر، ثم بعد ذلك نتحدث عن الحل السياسي. النقطة صفر هي حيث وصلنا نتائج مؤتمر الحوار، ليعود الحوثيون إلى حيث كانوا وتعود الشرعية وتعود الدولة والشعب هو الحكم في النتائج، ليس السلاح وليس البندقية وليس ولاية الفقيه وليس إيران وليس المذهب وليس السلالة العرقية هي التي ينبغي أن تفرض نفسها على اليمنيين. إذا ما استمرت هذه الميليشيا بهذا التعنت الحوثي الذي نعم إذا دكتور إذا ما استمرت الميليشيا بهذا التعنت وبهذه الآلية في تعاملها مع الحرب في اليمن، ما هو الحل إذن؟ الحل ايضا الشعب اليمني لن يصمت، لن يستسلم، وبالتالي اليوم من يهزم في 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 الواقع هي هذه الميليشيات. هذه الميليشيات تتآكل اخلاقيا، تتآكل اجتماعيا، تتآكل مذهبيا، تتآكل مناطقيا، هي لم يعد لها حاضنة اجتماعية. السلاح وحده فقط هو الذي يخضع الناس في اطار حكمها. اتحداهم ان يسمحوا للناس ان يعبروا عن رايهم، والله لا يكنسوهم بالعصي، يعني أجاعوا الناس أذلوهم، يخرجون بثورة في مطالب القرعة والحكومة، واليوم تجرع الناس مرارة الموت. مستعد اليمن يدفع قيمة البترول 50,000 ولا يدفع رأسه ثمنا لهذه البورة التي قاموا بها. نعم. الحقيقة هم قادوا البلد إلى محرقة تاريخية لن يسامحهم الشعب اليمني إطلاقا، مهما تكالب حتى لو انقلب المجتمع الدولي لصالح الحوثيين لن يسلم الشعب اليمني رقابه لهذه الفئة المارقة. نعم أستاذ عبد الوهاب الشرفي، في السؤال الأخير، في حال فقدت ميليشيات الحوثي لمحافظة الحديدة ومن أهل استراتيجي، ما هي خيارات الميليشيا المتاحة؟ يعني تحدث بكلام في شيء من إجابة سؤالك في الأخير، هو قال أن حركة أنصار الله لن تستسلم حتى يعني لو عادت إلى أضيق حدود، وبالتالي الكلام واضح، عندما يكون المطلوب هو الاستسلام فالطبيعي هو أن هؤلاء سيقاتلوا، لكن عندما يصبح المطلوب هو التوافق حينها ستتغير الصورة وربما ينفك الجميع. لكن طالما أنت لازلت تطالب بقضية استسلام لطرف تتكاتل معه لثلاث سنوات، أنا أعتقد أن هذا الكلام لا منطقي. في الأخير لماذا لا تطالب أستاذ عبد الوهاب في نص دقيقة فقط، لماذا لا تطالب أنت وتدعو ميليشيات الحوثي إلى تقديم تنازلات حقيقية فعلا يشعر اليمني بأنهم يعني مقدمون على حل؟
نحن نطالب الجميع بأن يقدموا تنازلات وأن يغلبوا مصلحة الوطن، وكما قلت الوطن الآن يضيع ليس لصالح الشرعية وليس لصالح أنصار الله، البلد يضيع لصالح الأجندات الإقليمية والأجندات الدولية، ولن يكسب في الأخير أحد، ومن يعتقد أن السلاح سيوصله إلى دولة وإلى استقرار فهو مخطئ. البلد يعني كنا نتمنى أن يكون هذا الخطاب العقلاني أستاذ عبد الوهاب الشريفي يعني منذ اليوم الأول للانقلاب. أشكرك. المناطقي والأسري أكثر من وصول نعم. إلى دولة. أشكرك، أشكرك جزيل الشكر للأستاذ عبد الوهاب الشريفي المحلل السياسي، كنت معنا من صنعاء، والشكر أيضا لأستاذ العلوم السياسية الدكتور فيصل الحذيفي كان معنا من تعز. ختام هذه الحلقة، تقبلوا تحايا معد هذه الحلقة الزميل كمال حيدرة، كما هي لكم مني بشير الحارثي. حتى الملتقى بحلقات جديدة من فضاء حر بنفس الموعد ونفس الزمان. السلام عليكم.